السلام عليكم الغزالات ديالي. باش العجينة ديال البيتزا تجيك يا لاله خطيرة وتجيك مفرفشة ورطيبة بحال العجينة اللي كتشريو او البيتزا اللي كتاكلو على برا، انا جبت لك هاد الاسرار. اول حاجة اللي هي الدقيق اللي غتعجني بيه البيتزا ديالك يكون مزيان، ولا الفورص الدقيق الابيض باش غادي نعجنو يكون كاليتي مزيانه. واللي غتسولني نجات انتيا باش كنتي كتعجنيها، انا كنت كنعجن بميمونه، ولكن كاين بزاف ديال الانواع ديال الدقيق ولا ديال الفورص اللي زوينين، المهم يكون تكون فيهم نسبه كثيره ديال الجلوتين، هي اللي كتخلي البيتزا مسروعه بزاف. ثاني حاجه تخمر مزيان ملي كتعجنيها، ضروري البيتزا تخمر، خليها من ساعة حتى ثلاثة السوايع كتخمر، ما تخافيش عليها. وأصلا راه مخمور هي مزيانة للبيتزا، علاش؟ لأن كيجي الطعم ديالها زوين، وحتى كتكون ساهلة في الهضم. واحد الحاجة إلا مشات تخمرات جمعوها، غتقدرو تحتفظو بيها في بلاستيك غذائي وغير في التلاجة لتحت حتى لثلاث أيام، وهي كاينة في التلاجة، ما تخافو منها ما حتى حاجة. وقت ما بغيتيها كتاخدي شوية كتبسطيه كتعمريه كطيبيه وكتاكليه. السر الاخر اللي غنقول لك واللي هو الاهم هي الوصفه تكون مضبوطه. راه ماشي اي وصفه كنخدموا بها البيتزا، كاينه وصفه اللي كترجع البيتزا واعره ومزيانه، انا غنعطيكم وحده ان شاء الله باش نفيدكم بها. وصفه ديال البيتزا اللي غادي نعطيكم 400 غرام ديال الفورص طحين، يكون نوعيه ممتازه، 8 غرام ديال الخميره ديال العجين، 30 غرام ديال زيت العود ولا زيت الزيتون، 220 غرام ديال الماء. مقادير مضبوطه، ما غتزيدي عليها ما غتنقصي عليها، وغتجيك واحد العجينه ديال البيتزا اللي ان شاء الله غتشكريني عليها. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنتمنى من الاخوات حتى هما يحطوا اي وصفه ديال البيتزا اللي هما كيخدموا بها وكتجيهم زوينه. وصفات ديال البيتزا خليوها ليا في التعليق. يلا السلام عليكم.